فكرة ان احنا نتقبل ان احنا خطائين لو بنيناها على المنظومة المعتقدية دي او البليف سيستم بتاعنا، فلازم انها يبقى في المعتقد بتاعي اتقال لي وانا صغير من بابا او من ماما انه اتس اوكي ان انا اغلط، عادي، احنا 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 كلنا اصلا بنغلط، في المنظومة المعتقدية ان الخطأ ده شيء مشين، شيء ما ينفعش يبقى فيا، ما اقدرش اعترف بيه كمان لانه انا ما نشاتش في البيئه اللي اي حد بيعترف بيها، فانا اعترف بيه وابقى انا اللي شاذ عن الناس دي كلها، لا ما فيش حد بيعترف، فانا كمان مش هعترف، هبقى عايز اوري للناس كل حاجه ما فيهاش اخطاء، ولو انا بقى اخطات افضل ان انا الوم نفسي واجلد نفسي من غير الاعتراف، وكان ان كل ما تجلد ذاتك كل ما انت كده قربت لربنا، كانك انت كده ايه، شفت انا بعاقب نفسي ازاي، مفهوم النفس اللوامة هو ان انت تلوم نفسك على الشيء، تقوم تاخد الدروس المستفادة منه لكي تتجنبه في المستقبل، غير كده انت بتهري، انت بتقلب في المتقلب، انت ما بتعملش حاجة، انت ما بتتعلمش حاجة، وبل بالعكس بتزود جدا الفرص انك تعمل نفس الخطأ تاني. من شاب على شيء شاب عليه من 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 المنظومة المعتقدات، اللي بيشب على حاجة هستمر عليه على طول خلاص، فانا اتعميت عن الدرس او ان انا اغير نفسي، هركز على ازاي انا اتظلمت وعلق شماعة اللوم على الناس بقى بره، وعمري ما هرتقي الى من اللوامة الى المطمئنة، مش هطلع الطلعة دي، انا اصلا ملاك، فانا عامل نفسي اصلا مطمن، هو عايش في انكار، هو عاوز يعيش ان هو ملاك، هو عاوز يعيش في الصورة اللي هو مصدرها للناس، فده اتبنى في المعتقد بتاعي، انا لازم اصدر للعالم صورة الملاك اللي ما بيغلطش، فبالتالي ده بيمنعني من الاعتراف بخطأي حتى مع نفسي. علقت شماعتك وبعدين وصلت لايه وانت عمال تعلق شماعتك على الناس؟ المنظومة العقيدية تستطيع تبرير اشياء كتيرة، فانا هبرر، لا ده هما اللي غلطوا، ازاي اروح بافكاري وتتأسس منظومة معتقداتي ان انا في عايز اتغير اصلا، انا اتحطيت في قالب الضحية خلاص، منين حبني منظومة معتقدات ان انا اتس اوكي ان انا اخطأت هتتغير ازاي؟ ففي افكار كتيرة جدا في المنظومة المعتقدات، في المعتقدية يعني، طبعا ترجمها عربي ترجمة ممكن تكون ركيكة جدا، في المنظومة دي في افكار كتير جدا محتاجين نتخلص منها.